مستمعاتنا كنرحب بكم طبعا بكل اسئلتكم للدكتور عماد اللي اليوم حضر لنا وصفات ونصائح اللي من خلالها غادي نبداو نستعدوا للصيام. وكنعرفوا انه في الصيام كاين مجموعه ديال الناس اللي اول شيء كيبداو يعانيوا من مشاكل ديال الجهاز الهضمي. الشيف محمد سلام عطانا واحد الخبز اللي هو بالخرقوم وبزريعه الكتان. دكتور عماد حنا ملي كنعرفوا الخرقوم وهو هذا الخبز عطاه لنا لانه مزيان للناس اللي عندهم مشكل ديال الغازات او الناس اللي عندهم عسر الهضم، شنو هي منافع الخرقوم دكتور عماد؟ اكيد فالكركما والكركمين اللي هي ماده من المواد اللي كنهضر عليها بزاف، ومواد اللي كنقول دائما خصها تكون حاضره في المطبخ المغربي لان هي ماده من المواد المقدسه في المطابخ الاخرى خاصه المطابخ الاسيويه، ان الخرقوم البلدي ما كيخطاهمش. فالخرقوم البلدي لا كركمين هي مصفيه للجسم كما كنا كنستعملوها في لي ديتوكس بزاف، هي ماده اللي كتعاود لينا التوازن او كتخلي لينا داك التوازن ديال الهرمونات في الجسم ديالنا، ماده كذلك اللي كتساعد المناعه. فلا كركمين من المواد اللي كترفع لينا المناعه، وحتى الافاده ديالنا مع بها اننا كناكلوها وكندخلوها في الخبز اللي هي فكره زوينه بالنسبه خاصه الوليدات الصغار اللي ما كيبغيوش هذه الماده، ولا الناس كبار، كاين الناس كبار ما كيقدروش على الخرقوم، فهذه فكره جميله الانسان يفطر به ولا يستعمله في الطبخ. غير هو وبالنسبه لزريعه الكتان ان كما قلنا حتى طيب شويه العجينه عادي يمكننا نديروا زريعه الكتان من الفوق باش ما نعطيوش واحد درجه الحراره مرتفعه. ولكن هذه المساله هضرنا عليها معك الشيف محمد سلام، قلت لنا على انه زريعه الكتان كتكون داخل في العجينه والعجينه ما كتوصلش لدرجه حراره مرتفعه. نعم هذا هو زريعه الكتان كتكون لداخل ما كطيبش بزاف. فهذه فكره جميله، هذه يعني فكره اللي يمكننا نستعملوها ونستافدوا من المزايا ديال زريعه الكتان. شفنا لي بان دي بيس او لو بان دي بيس عفوا بالقرفه بالباديان، ما درناش هنا الباديان درنا القرفه او الباديان وسكين جبير، شنو رايك ايضا في هذه الوصفه؟ وهذه كنقترحوها للسحور. فالسحور مزيانه، وصفه مزيانه، وصفه اللي يمكننا ناخذوها غير بين قوسين الناس اللي غيكون عندهم الضغط مرتفع يحاولوا ياخذوا منها شويه. وفكره زوينه ان كيتخلط لازينكبيرين مع السينامون اللي عندنا في القرفه، فغادي يعطينا اون انرجي، يعني غيعطينا واحد القوه، غيعطينا واحد الطاقه في خلال اليوم، وكذلك غادي تعاون باش تنقص لينا ديك الحده ديال العطش، خاصه داك الشعور بالعطش اللي كيكون خلال اليوم، فغادي هاد التركيبه كتعاون. انا غنرجع لك شيف، قبيله هضرنا الخبز ديال الضيافه اللي اليوم الكثير من الطباخات والحلويات كيصوبوا على يديهم في الدار. الخبز ديال الضيافه شنو هي الصيحات فيه او لي طوندونس فيه في هذا الموسم وحنا داخلين على شهر رمضان الكريم؟ خبز الضيافه تقدر ديرو تنوعوه باشكال داير مربع بزريعة، ديرو بالخشخاش، ديرو بالسمسم، ديرو بزريعة نوار الشمس، بالميه، بزريعة القرعه، الزريعه البيضاء. الزريعه البيضاء هادو باش تنوع القائمه ديالها في الخبز وتشكل زين الطابله ديالها في رمضان. انت بالتجربه ديالك لانك ديمونستراتور فورماتور، شنو هما الانواع والنكهات ديال الخبز اللي مطلوبين في رمضان؟ بالنسبه للفرندان كيتكون مطلوب الخبز بالزرارع مخلطه، الزرارع بالخشخاش بالسمسم، يعني هادو دابا اللي تكلمنا عليهم، يعني اللي فيهم اكثر الزرارع. اكثر الزرارع كيمشي مع دابا كما كتعرف في رمضان الناس كتبغي تشوف شي حاجه جديده والعين كتشهاب بزاف، يعني كيبغيو تكونسوما بزاف هذا الخبز هذا في المخابز ولا الباتيسريات اللي بونزري. شنو رايك في استعمال انواع الزرارع دكتور عماد وخاصه مع الصيام؟ واش الزرارع شنو هي المنافع ديالها للجسم الصائم؟ اكيد فالزرارع هي واحد البوكي، هي واحد الباقه ديال المواد المفيده. علاش؟ لان الزرارع كنلقى فيهم البيتا كاروتين، كنلقى فيهم البروتين ناتوريل، كنلقاو فيهم مواد اللي كتخدم لينا كتعطينا كتخلي الجهاز الهضمي انه كيخدم بواحد الطريقه طبيعيه، وخاصه كنعرفوا الهضم في الفتره ديال رمضان كيكون واحد خاصه في ديك 10 ايام الاولانيه كيكون واحد تغيير، ما كنقولوا حنا واحد التغيير في الجهاز الهضمي. علاش؟ لان كتكون واحد الصفيه ديال الذات، فهنا الزرارع انا كنصح بهم، وهي قبل وبعد شهر رمضان فهي فكره زوينه اننا ندخلوها، خاصه كنركز على الاطفال على الوليدات اللي ما كتكون عندهم الشهيه ناقصه. بالنسبه للمشكل ديال الحنيشات اللي كيرجع وتيسولونا عليه دائما مستمعاتنا، كنعقل على انه الوقايه ايضا من خلال الزريعه البيضاء اللي كنعرفوا عند القلاي، الزريعه البيضاء ديك اللي كبيره
هاد الزريعه واش مزيان مثلا السيده تدخلها في الخبز ديالها؟ اكيد فالقرعه الحمراء بكل المزايا ديالها حتى في الزريعه ديالها انا ندخلوها. والزريعه ديال القرعه الحمراء خاصها تكون يعني على الاقل ناخذها واحد جوج المرات في الاسبوع فهي كتعطينا واحد الفائده. طيب هنايا غادي نبداو الحصه معك ايضا دكتور عماد بفتح المجال لكل اسئلتكم مستمعاتنا. ودكتور عماد اليوم جايب لينا الجديد. نعم فاليوم ان شاء الله غادي نهضروا على الجهاز الهضمي كيفاش غادي نحميو الجهاز الهضمي ديالنا او الجهاز الهضمي نهيئوه لهذا التغير ديال العمليه الهضم اللي غادي تكون في شهر رمضان المبارك ان شاء الله. الله يدخلوا عليكم بالصحه والعافيه. غادي نهضروا على الناس اللي عندهم داء السكري كيفاش يتعاملوا معاه في شهر رمضان، وخاصه وصفه للمساعده باقي كنقول وصفه اللي غادي تعاونهم في السياق، وصفه للضغط المرتفع، وصفه كذلك للضغط المنخفض، وكذلك الوليدات اللي غادي يصوموا هذا العام ان شاء الله، ولا اللي باغين يصوموا ولا اللي باغين يتدربوا على الصيام، فغادي نعطيهم جوج ديال المشروبات مقويين اللي غادي يعاونوهم في هذا الشهر المبارك ان شاء الله. وطبعا الله يبلغنا شهر رمضان باحسن الاحوال يا رب، وخاصه الوليدات والبنيات اللي كيحق عليهم الصيام، وحنا الامهات اكيد رافدين لهم الدبايل مع القرايه مع الامتحانات. فاليوم حضري لكم جوج ديال المشروبات اللي هي مقويه اللي غادي تساعدهم ان شاء الله، وكتخافوا عليهم لا يسخفوا ولا يعيا ولا النهار طويل. معليش حنايا اليوم حضري لكم دائما الجديد لاننا كنفكروا فيك لالا. فمرحبا بكم على رقمنا، بغينا نسمعوكم ونسمعوا اصواتكم وناخذوا اسئلتكم 0522 77 24 24. مرحبا. يا طبعا دكتور عماد حنايا الان ثلاث اسابيع اللي كتفصلنا ان شاء الله على شهر رمضان، واول تفكير ديالنا او تخميم ديالنا تيكون الناس اللي عندهم امراض مزمنه. ومن بين المواضيع اللي كترجع كل سنه هو الحديث على المرضى بداء السكري او لو ديابيت او لي بيرسون ديابيتيك. فطبعا حنايا عندنا ليهم اون بونسي سبيسيال هذا الصباح. وماشي سهل الانسان يقابل انسان اللي مريض او هو نيت عنده داء السكري ومع الصيام كيوقع بعض الخلل، ولكن حنا اليوم ايضا غادي نحرصوا على اهم النصائح اللي هي موثوقه ومضمونه طبيا وعلميا، وكذلك غادي نشوفوا اهم واصح واحسن مكان في الطبيعه للمساعده. اكيد وحنا دائما كنشوفوا التوازن كيفاش ندوزوا هذا الشهر هذا المبارك ان شاء الله بواحد الصحه وعافيه جيده. اذا اول حاجه بدا شنو كيدير المصاب بدا السكري، الله يشفي جميع ان شاء الله امين. غادي يمشي بعدا عند الطبيب ديالو، خاصه ملي كدوز واحد 3 ايام ولا 4 ايام في الشهر المبارك باش كيشوف مع الطبيب الحاله ديال الداء السكري ديالو، يا اما يكون كيهبط ليه بزاف ولا كيطلع. علاش؟ لان حتى في رمضان كتبدل الجرعه ديال الدواء. هذه مسألة مهمة اللي بزاف ديال الناس اللي كيكون عندهم هذه المشكلة ديال داء السكري ما كيردوش لهذا البال لهذه المسألة. فشنو كيولي؟ كيولي يا إما السكر كيطلع أكثر من القياس ديالو، كيولي واحد الاضطراب فيه، ولا كيولي كيهبط السكر أكثر من القياس ديالو، كتلقى الإنسان دائما فيه واحد الدوخة، دائما كي في بعض الحالات كيمشي في غيبوبة. إذن هذه المسألة تفوت واحد 3 أيام ولا 4 أيام في هذا الشهر المبارك، نشوفوا الطبيب وباش نقدوا لا دوز ديالنا. هذا من جهة. من جهة أخرى خصنا نعرفوا أن الإنسان اللي كيكون فيه يعني كاين داء السكري من حنا كاملين بعدا ملي كندوزو الشهر ديال اليوم ديال الصيام، فغير كنفطروا كيطلع السكر بواحد النسبه سريعه. اذا كطلع شنو كيوقع؟ بزاف ديال الناس مثلا كتلقى كيقول لك انا ملي كنفطر كتشدني واحد الدوخه، اكيد ان ديك الدوخه كتكون عاديه بالنسبه للناس اللي كيكونوا عاديين. علاش؟ لان السكر كيطلع بواحد السرعه كبيره باش كيشد هذاك لو نيفو ديالو او كيشد داك المستوى ديالو، فهذيك الطلعه ديال السكر كنحسوا بواحد الدوخه. ولكن الناس اللي عندهم داء السكري خصهم يردوا البال من هذه المساله هذه، خصهم الاكل يكون تدريجي، اننا ما ياكلوش بواحد النسبه اللي تكون كبيره، ياكلوا واحد شويه ويرتاحوا عادي يكملوا الاكل ديالهم. علاش؟ باش كنخليو هذاك السكر كيطلع بواحد النسبه تدريجيه ويطلع ويتقاد. هذا من جهه. من جهه اخرى شنو يمكن تعطينا الطبيعه كوصفات طبيعيه او كمواد طبيعيه اللي يمكن يساعدونا؟ فهنا كنقترح عليكم السالميه لاصوج، اذا البغنيه واللي هو ماده من المواد اللي كتهبط السكر. ولكن ردوا البال الناس اللي عندهم طونسيون مرتفع ما خصهمش يكثروا من السالميه لانها كطلع الطونسيون بزاف، والزعتر. ولكن مي غنعطيهم بهذا المقدار وغادي نعطيهم واحد النسبه ديال الماء، فهنا كنخليوها وصفه اللي يمكن يشربوها كاع الناس، ماشي مشكل واخا يكون عندهم الضغط مرتفع. اذا كناخذوا ثلاثه ديال الوريقات ديال السالميه ومعلقه صغيره ديال الزعتر اللي كنزيدوا عليها كاس كبير ديال الماء مغلى. وعافاكم التزموا بهذه المقادير باش يمكن تكون الوصفه ناجحه وما تاثرش عليكم. اذا ثلاثه الوريقات السالميه متوسطين ومعلقه صغيره ديال الزعتر، كنزيدوا عليها كاس كبير ديال الماء مغلي حتى كيطلق،
كنصفيوه وكنشربوه ساعه بعد الفطور، يعني حتى كنفطروا وكنساليوا وكنرتاحوا وكناخذوا هذا الكاس هذا. فمنها كنكونوا درنا واحد الفارق بين الدواء، لان ضروري الدواء كيتخذ اثناء الفطور، وكذلك كنخليو ان حتى الجهاز الهضمي كيرتاح. فمنها هذه الوصفه كتعاوننا باش كيتقاد السكر في الدم مع الادويه اكيد، وكذلك كتعاوننا باش حتى الجهاز الهضمي كيخدم بواحد الطريقه طبيعيه. نعود نذكروا بهذه الوصفه بالمقادير ديالها. اذا هذه وصفه اللي كنقدموها لكل مرضى داء السكري. نعم. هنا بكل انواع الديابيت ياك دكتور عماد. الانواع ديالو كامله. طبعا النصيحه الاولى ديال الدكتور عماد هي تمشيو لعند الطبيب المتابع والمختص، ثم الهيمياء، ولكن للمساعده باش الانسان يواكب صيامه ويواكب شهر رمضان غادي نعاودوا نذكروا بهذه الوصفه. فغناخذوا فيها ثلاثه ديال الورقات ديال السلميه متوسطين، معلقه صغيره ديال الزعتر، اللي كنضيفوا ليها كاس كبير ديال الماء المغلى حتى كيطلق مزيان، وكنشربوه ساعه كنصفيو هذا المحلول وكنشربوه ساعه بعد الفطور، وكندوموا عليه طيله شهر رمضان الابرك. اذا داء السكري، اضطرابات الضغط الدموي او مشاكل ديال لا تونسيون، كذلك الناس المسنين او الاطفال اللي حق عليهم الصيام، شنو هي الوصفات الطبيعيه المضمونه والامنه اللي غادي تبداوها من اليوم من هذا الاسبوع استعدادا لعمليه الصيام وشهر رمضان الكريم اللي غادي ان شاء الله يكون من هنا ثلاثه الاسابيع، باش يدوز هذا الشهر عندكم بكل توازن وبكل راحه وبكل صحه ان شاء الله. تابعونا وحنا غادي نبداو ايضا ناخذوا اسئلتكم عبر الهاتف والمباشر على الصفحه ديال الفيسبوك الرسميه الاصليه سناء الزعيم اسوات. على راديو اسوات صباحكم سعيد، صباح المحبه الصادقه معكم مستمعاتنا، وعلى الخط عندهم اسئله كثيره لنا اليوم. وإلا كنتوا طبعا معنا او عاد التحقتوا بنا، كنبغي نذكر على اننا اليوم مع دكتور عماد ميزاب كنتكلموا على داء السكري، على اضطرابات الضغط الدموي، على الام الراس، وكذلك الاطفال اللي كيحق عليهم الصيام في العام الاول ديالهم، كلها اكيد وضعيات صحيه اللي كتطلب واحد المساعده، وحنا غادي نشوفوا شنو هي اسرار الطبيعة وأجود ما كتقدم الطبيعة لكم والصحة ديالكم والتوازن ديالكم. غادي ناخذوا بداية فاطمة اللي معنا من مدينة فاس، أهلا بك. السلام عليكم أخت سناء. عليكم السلام ورحمة الله. عافاكم مبروكة كدير الدكتور عماد. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. عافاك أختي سناء، عندي واحد ثلاثة الأسئلة. أنا في راسي في الشقيقة، ومني كيجي الصيام كيزيد حقني أكثر. نعم. وعطوني واحد الوصفة قالوا لي القسط الهندي ديري في حمام مريم مع الزيت وتبقي تدهني به، واش مزيان ولا لا؟ شنو هو اللي غادي تدهني به؟ اسمحي لي يا فاطمة. القسط الهندي. القسط الهندي، شنو هو القسط الهندي؟ القسط الهندي هو واحد يعني تنتي ما عارفاهاش، اذا نسولو. لا انا غير عطوها لي جارتي جبدتها من الانترنت وقالت لك راه مزيانه. يلا حنا غادي نشوفوا. وشوفي فاطمه هذا السؤال الاول، حنا غنشوفوا دكتور عماد يشرح لينا شنو هي هذا الزيت. شنو هو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني عافاك غير بالنسبه للحمله ديال الفم كتكون في الفم ودوك الطياب، بغيت الدكتور عماد يعطيني شي وصفه ديالها. وعندي واحد الوصفه لنظارات الوجه وشد البشره، زيت الصندل، زيت الجوجوبا، وزيت الورد، وزيت السلميه، وزيت الكوكو، دوك الزيوت كلها معلقه معلقه الا زيت الكوكو ثلاثه المعالق. بغيت نسقسي الدكتور عماد واش مزيانه، انا بشرتي حساسه وقالوا لي مزيانه لتوحد البشره وشد البشره والصفاء ديالها. اكيد فهذه مزيانه، وصفه مزيانه، غير هي خصك تكون الزيوت تكون طبيعيه وصافي. اذا كانت الزيوت طبيعيه فما غاديش يعطيك حساسيه، لان هاد الزيوت كامله زيوت مزيانه مرممه، وزيوت اللي كتعطي نظره للبشره ماشي مشكل. بالنسبة للأسئلة الأخرى دكتور عماد. إذا القسط الهندي هو عبارة على يعني بحال داير بحال عرق سوس، يعني نوع من 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 الأشجار، وهذا القسط الهندي مذكور يعني في الطب النبوي، غير هو بالنسبة أننا نستعملوه في الزيت وندهنوا به. أنا أفضل أحسن أن يكون لك القسط الهندي، أنا كنهضر عليه طبيعي 100%، نستعملوه للشرب مثلا نص معلقه صغيره ديالو، يا اما نخلطوها مع كاس صغير ديال الحليب اللي كيكون سخون وكيتطلق وكنصفيه وكنشربوه في الصباح يعني او بعد الفطور، ولا نشربوه مع الماء فكيكون غادي يكون احسن، ولا معلقه صغيره ديال القسط الهندي كنخلطوها مع معلقه كبيره ديال العسل الحور، كتخلط وكيتخاد هذا الخليط هذا في الصباح ولا بعد الفطور، فهو كيعطي واحد الفائده للجسم. واش هو مزيان ماشي ضد الالم الراس؟ اذا كيجي حريق الراس ودابا تنعرفوا مع رمضان كيتجهد هذا الالم ديال الراس. نعم، فالقسط الهندي ما عندوش علاقه مع الشقيقه، يعني ما غادي يعطينا واحد المناعه للجسم. هو السؤال ديالها. نعم. واش مزيان الشقيقه؟ فالزيت حيت
لا هو ولا الزيت ما غاديش يصلح للشقيق. اذا شنو دير هاد السيده؟ فالوصفه اللي غادي تستعمل تاخذ زيت ما تدوش مزيان الشقيقه، الزيت الاساسي ديال البرتقال، الزيت ديال اليازير حتى هو، او الزيت الاساسي ديال اليازير حتى هو مزيان. الا كان عندكم الزيت ديال اليازير ولا الزيت ديال ما تدوش الطبيعي فكتاخذوا شويه منه وكدهنوه على الجبهه ديالكم والنواظر احسن. كان عندكم الروح فضروري كما قلنا كنقصوا من الجهد ديال الروح 10 ديال النقيطات في معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو ولا زيت البابونج، كتخلطوها وكتدهنوا بها الجبهه ديالكم والجناب يعني النواظر ديال الراس، وكتعطي واحد الفائده ضد الشقيق. تهلا في راسك فاطمه وما يكون عندك باس. غادي ناخذوا ربيعه معنا من الدار البيضاء. صباح النور ربيعه، مرحبا بك معنا على راديو اصوات. اهلا لاباس؟ حواشك مبروكة. شكرا علينا وعليك. منورة ديالنا. الله يبارك فيك ربيعة. الله يحفظ لك بنيتك. كيداير الدكتور خويا لاباس عليك؟ الحمد لله اختي الله يطول لي في عمرك. الله يبارك فيك. أحبك في الله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. كنحماق عليك اختي، كنحماق عليك. أحبك الله اختي وجميع الأخوات، الله يبارك فيك. خويا بغيت نقول لك أنايا كتجيني ديك الكربة كتقتل الدكتور وكتخلي لي كتبقى عرفتي كتبقى عنصور، استغفر الله العظيم كتجيني ديك العقل الواعرة. معروف صافي في رمضان، صافي في رمضان، صافي في رمضان. واخا الهرمونات ديالك مزيانه، الحيضه باقا عندك ولا مشات عليك؟ لا مشات عليا. مشات عليك. وكتاخذي شي دواء، كتاخذي شي حاجه لهاد لابوفيت شي مرات السخونيه؟ حيدته. شكون اللي قال لك الطبيب ولا حيدته يعني من ديتك؟ لا حيدته راسي انايا، صافي الطبيب قال لي ما خصكش احسن ما تشربيش. إذن الطبيب هو اللي عطاك النصيحة، قال لك أنك ما تكثريش منه. واخا النباتات اللي كيوازنوا لنا درجة الحرارة ديال الجسم. إذن غادي ناخذوا ورق سيدنا موسى، إذن ورقة وحدة ديال سيدنا موسى، السلمية جوج ورق، وثلاثة ديال الوريقات ديال اللويزة. إذن قلنا ورقة ديال سيدنا موسى، جوج ورق ديال السلمية متوسطين، وثلاثة ديال الوريقات ديال اللويزة. غادي تزيدي عليهم كاس كبير ديال الماء مغلي، تخليهم 10 دقائق حتى يطلقوا وتصفيه. وهذاك الكاس دابا قبل رمضان غتاخذيه نص ساعة بعد الفطور، وفي شهر رمضان إن شاء الله غادي تاخذيه ساعة مورا الفطور. وهاد الوصفة غادي تداومي عليها واحد المدة ديال 4 شهور، إذا الوقت اللي توازن الإفرازات ديال درجة الحرارة. وهذا الشيء كنقولوه إلى الأمور عادية، ما كاينش سكر، ما كاينش شي اللي ما كاينش كوليسترول، ما كاينش الضغط مرتفع، يعني كتكون الحالة الصحية عادية. فتبع هذه الوصفة إن شاء الله وغادي تعطيك نتيجة. ما يكون باس عندك ربيعة معنا مالكة، أهلا بك، صباح النور على راديو أصوات مالكة. ألو السلام عليكم مالكة. صباح الخير لالا سناء. صباح النور، مرحبا بك، حديتو مغزل. ربي يخليك، ربي يخليك. صباح الخير دكتور عماد. صباح النور، مبروك عليكم هذا الشهر بالصحة والعافية. الله يبارك فيك علينا وعليك. حضركم ربي يخليك. عندي واحد السؤال، الله يخليك الدكتور عماد، صميم الموضوع عندي جوج من غير خارجين شوية على الموضوع. نتفضل. داكوغ. مرحبا. وي الوغ عندي انا واحد المشكل تيوقع لي الا كليت الفلفله الخضراء سواء في شلاضه سواء اي حاجه ناكلها، تجيني واحد التقريعه بيزار حاشاكم، تبقى نتقرع وحده ورا وحده. ما عرفتش علاش، مش ما فهمتش شنو السبب. الفلفله الخضراء بوحده ماشي شي حاجه في شلاضه ولا اي، المهم ولا كليتها بوحدها ولا هكا تيوقع لي هذا المشكل. خضراء ولا طيبه؟ لا خضراء. خضراء. لا طيبه ما تضرنيش. ومن الاحسن من الخضراء تلقى لي هذه المشكله، تبقى دقيعه ورا دقيعه دقيعه. فهمنا فهمنا وصلتنا الفكره مالكه. شو السؤال الثاني؟ شو السؤال الثاني؟ سامحوني. الوغ السؤال الثاني، واحد المشكل تيوقع لي بشحال هذه، تيضربني شي حاجه في الجنب ديالي بحال ما عرفتش واش الكلاوي ولا كي تنشرب الماء. الجن فين؟ في الظهر ديالك ولا في ولا في ولا في البطن ديالك؟ الجن في الخويه اللي عندي في الجنب. ورا لي هونش هكا. مشيتي عند الطبيب؟ مشيتي عند الطبيب؟ لا ما مشيتش. ايوا ضروري بعدا خصك تمشي بعدا عند الطبيب تشوفي هذا الامر هذا شنو هو، لان الطبيب هو اللي يمكن في التشخيص ديالو يعرف شنو هو هذا المشكل هذا. القضيه ديال الانتفاخ، بعض الحالات يقدر يكون عندك المشكل ديال لي غاز اللي هو كيعطيك هذا المشكل مع الفلفله، لان كما كنعرفوا حنا الفلفله خضراء
كتعطي واحد الافرازات ديال لي غاز كتكون كثيره شويه هي اللي كتعطيك هذه الامراض هذا. فاول حاجه بعدا كنصحك انك تمشي عند الطبيب تشوفي هذا المشكل هذا، ومن بعد ان شاء الله غادي تعرفي شنو كاين. يعني ممكن يكونوا هاد جوج ديال الاسئله مقارنين مع بعض، عندهم علاقه مباشره. بالفعل لان لي غاز حتى هما كيعطيونا هذا الثقال، كيعطيونا هذاك النغيص في الدار، غير باش كنحيدوا الشك كنشوفوا بعدا واش ما كاينش مشكل كما قالت هي ديال الكلاوي ولا المشكل ديال الظهر، وان شاء الله كاين بعض الادويه اللي كتاخذ وكتكون الامور بخير. اذا وصفه طبيعيه للمساعده تفضل دابا ما تعطيهالهاش تمشي السيده تشوف الطبيب. يعني هنايا الجواب واضح مالكه، سيري شوفي الطبيب وما يكون غير الخير ان شاء الله، تهلا في راسك بزاف. غادي ناخذ خديجه معنا من مكناس، ولكن قبل معنا سعيده من الرباط. اهلا بك سعيده. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تحيه كبيره لك اختي سناء والدكتور ديالنا. مرحبا ونهار كبير. مرحبا. عندي انا واحد السؤال في الموضوع نيت وواحد الاستشاره. مرحبا اختي. في رمضان انا في الوقيته ديال غالبا من مور الوحده تجيني واحد الصفه اللي كبيره بزاف، كنولي بصعوبه باش كنوصل المغرب او لا باش كندوز حتى رمضان. بغيت نعرف واش كاين شي وصفه ولا شي حاجه هكا اللي تعاوني معايا السخفه هذه. اييه كاين ان شاء الله. غادي نعطيو حنا نعطي مشروب للاطفال للتقويه، وكذلك حتى البالغين يمكن لهم ياخذوا، اللي كيعطي واحد الانرجي وكيعطي واحد القوه في خلال شهر رمضان. واش عندك مشاكل صحيه سعيده؟ عندي فقر الدم. عندي فقر الدم. عندك فقر الدم. وكتاخذي الدواء ديالك متبعه شحال هذا تقريبا باش؟ هذوك التينات. لا واش باقا كتبعي الدواء ديال فقر الدم؟ مازال ولكن بصراحه ما كيبانليش زعما شي نتيجه. النتيجه ما كيفاش ما كتبانش؟ واش كتمشي عند الطبيب كيقول لك راه الفقر الدم باقي فيك، ولا كاين شي تحسن انه كتزاد في القيمه ديال لافيغيتين ديال الحديد في التحاليل ديالك؟ سعيده معاكم. نسولك دكتور عماد، طرح عليك سؤال. واش الطبيب اللي كيقول لك انه ما كيتزادش، ولا انت كتشوفي راسك انه ما كيتزادش؟ لا انا اللي كنشوف بان ما كنفوتش 12، يعني الماكسيموم اللي كنوصل 10. ولكن الطبيب شنو كيقول بالنسبه للحاله ديالك؟ كيقول لي بانني خصني نكمل تريتمون، وكيعاود يعطيني تريتمون واحد اخر. شحال دابا تقريبا انت كديري تريتمون اختي؟ هذه تقريبا من شي شهرين. شهرين اختي راه والو، فهمتيني؟ شهرين. حيت انا علاش سولتك؟ انا بالعاني سولتك على المده. شحال الاخوات؟ شحال المده ديال علاج فقر الدم؟ كاين في بعض الحالات اللي كنوصلوا حتى العام. اذا اقل حاجه بعدا هي 6 شهور، اقل حاجه هي 6 شهور، وخاصه من الحاله ديالك انك كتجيك واحد السخفه، وكيجيك واحد يعني كيتقالوا عليك يديك رجليك، كتحسي بواحد كما كنقولوا حنا واحد الثقل في الداس ديالك. فهذا انك خصنا ما نهضروا على ان الدواء ما مصلحش، راح تنفوتوا واحد العام. ولكن راه الا تبعتي الدواء ديالك كيف ما قال لك الطبيب، وتبعتي التغذيه ديالك، كوني على يقين ان شاء الله اختي واحد 6 شهور غادي يولي عندك الامور مزيانه باذن الله. إذا واكبي على الدواء ديالك واضبي عليه. وصفة للمساعدة الناس اللي عندهم فقر الدم دكتور عماد، حنا غنرجعوا نعطيوها. هاد السخفة اللي كتجي في منتصف اليوم يعني في نص الطريق، هنا ضروري السيدة تكون تتسحر. نعم. مثلا وجبة السحور مهمة في هذه الحالة. ضرورية وجبة السحور، ضرورية وجبة السحور باش كيمكن لها تعطينا ديك القوة للنهار. نعم. غادي ناخذوا فاطمة اللي معنا من نادور. أهلا بك. السلام عليكم أختي سعيدة. عليكم السلام ورحمة الله فاطمة. واخويا عماد لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك اختي. مرحبا. شنو السؤال ديالك؟ ما نطولش عليكم. عندي واحد الولد عنده 17 سنة. وكيصوم دابا شي 3 سنين ولا 4 والله ما عقلت، ما كياكلش الجلد على العظم، ما كياكل لا رمضان ولا من غير رمضان. بغيت انا شي حاجة اللي كتفتح الشهية، حيت داك السيد الفارماسيان كنسمعك كتقول ماشي مزيان. نعم. ماشي قضية باش باش نحاولوا نوريونطيو الجواب، لان ماشي داكشي ديال الفارماسيين، ولكن ناخذوا بعض الامور ديال الفارماسيين اللي كتكون عشوائيه، خاصه كاين بعض الانواع ديال الفاتحين الشهيه اللي كتكون فيهم ماده السيبرويبتادين، فكاينين المواد اخرى اللي كتكون مواد طبيعيه او كتكون مكملات غذائيه، فاحنا ما كنهضروش على هذه الامور هذه. انا غير بغيت نسولك، واش الوليد ديالك او الولد عمرك مشيتي عند الطبيب باش شتي هذه الشهيه علاش ما عندوش؟ عييت فيه انا وباه، قال لي غير اللي ما نمشيش عنده، درنا له غير تحليله ديال فقر الدم، فقر الدم ما عندوش. حيت كاين هذا المشكل، كيكون مشكل عضوي ولا مشكل نفسي، علاش ما كتكونش الشهيه مفتوحه؟ لان كاين بعض الامراض ولا بعض الامور اللي كتخلي الشهيه ما كتكونش مفتوحه، فهمتي؟ ولكن حنا ان شاء الله غادي نعطيك انا وصفه للمساعده، المشروب اللي هضرنا عليه ان شاء الله اللي غادي يعاونوا على الاقل بعدا، هو غادي يكون واحد شويه حلو بطريقه طبيعيه، وغادي يعاونوا باش انه يعاونوا خلال النهار ديال الصيام، وكيكون حتى مشروب مقوي، فخليك في الاستماع ان شاء الله. بغيت اخويا شي حاجه اللي كتفتح له الشهيه باش يبقى يبغي. نعم. فتح الشهيه الحباق البلدي،
الحباق البلدي باش ما نكثروش باش حتى حيت كنعرف الانسان اللي كيكون عنده الشهيه ديالو شويه قليله ما كيبغيش يكثر بزاف فغير الحباق. الحباق زوين فيه ريحه زوينه. ناخذ واحد المعلقه صغيره ديال الحباق البلدي اللي كنديروها هنا. الحباق البلدي الطري الطري ولا السيده في الناظور كاين تما الحباق عنده شي تسميه واحده اخرى؟ لا الحباق الحباق اكيد البازيليك البازيليك والحباق كذلك حتى الا كان يابس ماشي مشكل. المهم ديك الماده ديال اللي عندنا في الحباق هي اللي كتهمنا. اذا فاطمه غادي تدخلوا له فاش في التغذيه ديالو التغذيه معلقه صغيره ديالو او 10 ديال الوريقات ديال الحباق في كاس صغير ديال الماء مغلي حتى يطلق تصفيه ويحاول يشربوا واحد ربع ساعة قبل الأكل. وخاصة دابا في هذه الفترة يديروا في الوقيتة ديال الغداء يعني قبل الغداء ولا مثلا مين يفطر ياخذ هذا يشرب هذا المحلول هذا. وفي الفطور في رمضان يحاول يشربوا حتى يسالي الفطور ديالو مثلا بين الفطور والعشاء يحاول يشرب هذا المشروب وغادي يعاونوا ان شاء الله على فتح الشهية. يعني هذه الوصفة كنعطيوها لولدك فاطمة وكنعطيوها لكاع الناس اللي عندهم مشكل ديال الشهية كتشد واللي كيوليو كيعانيوا من نحافة مفرطة ومن قلة الجهد خلال شهر رمضان. أكيد ولا حتى في الطبخ كيدخلوا بزاف البازيليك وخاصة الثقافة الإيطالية والثقافة الأوروبية كيدخلوا بزاف البازيليك. علاش؟ لأنه كيفتح الشهية يساعد على عمليات الهضم بواحد الطريقه طبيعيه. غادي نمشيو من ناظور المكناس معنا خديجه الان على الخط. صباح النور خديجه. السلام عليكم لاله سناء. عليكم السلام ورحمه الله. لاباس عليكم كيدايرت اختي؟ لاباس عليكم الحمد لله مرحبا بك. تحيه ليك وتحيه للطاقم كله. شكرا بزاف 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 الله يجازيكم بخير. مرحبا. شكرا للسيد اللي استقبلني في المكالمات. المخرج ديالنا مشكور عبد الرحيم. تفضل شنو سؤالك خديجه؟ الله يجازيك بخير. بغيت نسقسي خويا الدكتور عماد. مرحبا اختي. انا عندي دابا 45 سنه ودابا هذه شهرين كنت كدير واحد الهضره تبقى طلعت معايا واحد الهضره كنبقى كلي كنعرق واخا الشتا. كنولي كلي عرقانه وسخونه سخونه بزاف وعاوتاني كتعاود تقفص لدرجه تجي كيولي حمر كنرعي ديك الحمريه بالكحوله شي شويه. ودابا هذه شهرين ما جاتنيش حق الشهر. ايه وما عرفتش وانا ما عمري ما ولدت وما عمر وعد زعما عاد تزوج شي عامين دابا هكا. واخا مشيتي عند الطبيب؟ لا ما مشيتش صراحه. حنا شنو هو الشعار ديالنا دائما اختي؟ راه شوف ملي كنفوتوا 15 اليوم كنفوتوا ثلاثه سيمانات في واحد المشكل عندنا ولا مثلا بحال دابا ملي كيكون مشكل هرموني فات شهر ولا شهرين ضروري اختي خصك تمشي بعدا عند الطبيب نشوفوا علاش. لان عندنا بعدا واحد 70% في الشك ديال الهرمونات اللي ما مقادينش. اذا ولكن حنا الهرمونات ما يمكنش نعرفوهم ولا نشوفوا كيفاش غادي يتعالجوا. خاصنا كنهضر على الاطباء الا ما دارش التحاليل وعرف الهرمونات. اذا خوك عماد كنصحك انت وجميع الاخوات اللي عندهم بحال هاد الاضطرابات ديال الهرمونات السخونيه اللي كتطلع بزاف ولا مثلا حق الشهر ما كتجيش مقاده مباشره كنمشيو عند الطبيب وكنديروا التحاليل. صافي تفهمنا؟ وان شاء الله ملي ديري التحاليل وتشوفي شنو درتي مع الطبيب باذن الله عاودي اتصلي بينا ونشوفوا ان شاء الله. الله يجازيك بخير. بغيت نسقسيك على واحد السؤال ديال الجلد. مرحبا مرحبا. الله يجازيك بخير. مرحبا انا يلا عاد مشيت عند واحد الطبيبه ديال الجلد عرفتي خرجت لي كتجي انا عندي حساسيه ملي كنت صغيره. اللي كانت عندي تقريبا شي 6 سنين ولا 7 سنين. يعني فيما وقت الربيع كتجيني حساسيه قويه وكنت كناخذ واحد المكينات اللي كيهمدوا لي شويه ذاك الحريق. وهذا العام هذا الشهر هذا جاتني تحت البيطان ديالي وفي المناطق الحساسه بزاف لدرجه اللحم ديالي ولا بحال كيتحرق بالعافيه اللي كتخبي عليا الماء طايب. يعني ولا عندك بحال يعني الالتهاب ولا فيها الالتهاب في الجلد ديالك كيعطيك بحال كيحرقك. بزوج وديك الملاقيه والبلاصه كاع اللي هي فيها الحمشيش. واخا فهمتك اختي. ولكن الدواء عطاتك الدواء تشربي الدواء ياك؟ انا كناخذو لدابا مازال كناخذ. كتاخذيه والدواء ديالك ما تقطعيش. المساعده في المواد الطبيعيه المضاده للحساسيه عندنا البابونج كنهضر عليه ديما لاكامازولين وزيت اللوز الحلو لاميغدالين. اذا معلقه كبيره من زيت اللوز الحلو معلقه كبيره من زيت البابونج غتخلطيهم وغادي تدهني بهم هذوك المناطق اللي عندك فيهم هذه الحساسيه. انت وكاع الاخوات اللي عندهم هذا المشكل هذا ديال الحساسيه ديال الجلد ولا الاحمرار في الجلد فهاد الوصفه هذه غادي تصلح لهم حتى هما وخاصه في هذه الفتره هذه ديال البولين في هذه الفتره ديال الربيع اللي كتكون فيه الهيستامينات كتلعب واحد النسبه كبيره في الداس ديالنا. غادي نوصلوا الان معك دكتور عماد الوصفات اللي وعدنا بهم الناس. اذا شفنا وصفه لفتح الشهيه للمساعده خلال شهر رمضان، شفنا ايضا لداء السكري والمرضى بلو ديابيت شنو هي الوصفه الملائمه. غادي نشوفوا الان الناس اللي عندهم قلنا الم الراس تاهما عطيتنا وصفه. غادي نشوفوا الناس اللي عندهم مشكل ديال التونسيون. التونسيون يا اما كتطلع او العكس الناس اللي عندهم تونسيون كطيح
شنو هي في كلتا الحالتين الوصفات المساعده؟ اكيد فالوصفه الاولى بعدا ديال الناس اللي كتطلع لهم الطونسيون اكيد الدواء والحميه، وهذه كتكون وصفه المساعده. وهنا وهنا الطبيب المتابع فقط اللي غيقدر يعمل واحد الفحص نعم. مدقق الحاله الصحيه ديال الانسان باش يقول له واش غيقدر يصوم او لا. اكيد اكيد اكيد. فهنا غادي ناخذوا القزبور، غناخذوا مرد الدوش وغادي ناخذوا البادير. نعم، فهادو كلهم مواد اللي كتعاون على خفض ضغط الدم. القزبور كناخذوا معلقه كبيره ومعلقه صغيره ديال مرد الدوش، والبادين كناخذوا نجيمه واحده. هاد المكونات كنزيدوا لهم كاس كبير ديال الماء مغلي حتى كيطلق مزيان، وكنشربوه ساعه بعد الفطور. انت نفطروا ورتاحوا كناخذوا هاد المشروب هذا. واكيد ان المشروب ما كنخلطوش مع الادويه، كنخليوه دائما واحد الفرق ديال ساعه بيناتهم. بالنسبه للضغط اللي كيكون منخفض فكنستعملوا عرقسوس وقعقله، ان هادو جوج ديال المواد اللي كيرفعوا لينا الضغط. عرقسوس كناخذوا معلقه صغيره وخمسه ديال الحبات ديال القعقله فقط، ونتبعوا المقادير عفاكم باش يمكن تكون وصفه ناجحه وتكون امنه. اذا عرقسوس معلقه صغيره قلنا وخمسه ديال الحبات ديال القعقله اللي كنزيدوا لهم كاس صغير ديال الماء مغلي حتى كيطلق مزيان واحد المده 10 دقائق، كنصفيوه وكنشربوه ساعه بعد الفطور ولا ساعه قبل يعني حتى كان ساعه قبل السحور ولا ساعه من بعد الفطور، وهكا كنستافدوا من المنافع ديال هذه الوصفات هذه. هذا كان بالنسبه للضغط المرتفع والضغط منخفض. اذا هنا غادي نجيو الوصفات ديال الاطفال، اذا كيفاش يمكننا نساعدوهم، وهذه الوصفات كذلك حتى الكبار يمكن لهم يستعملوا هذه الوصفات هذه. يعني بحال السيده اللي قالت لك ولدها تبارك الله العزري عنده 17 عام، او الوليدات ولا البنيات اللي كيحق عليهم الصيام الاول عام او العام الثاني. كنعرفوا دابا تبارك الله كاين الدراري اللي كيبلغوا من 9 سنين من 10 سنين فكنخافوا حنا الامهات عليهم وعلى القدره ديالهم، ولكن ما يتعودنا الجسم ديالهم فيه القوة الكافية طبعا باش يديو هاد الفريضة هادي ديالهم ديال الصيام، ولكن ما فيها بس نعاونوهم كثير من الحب من الرعاية وبالوصفات الطبيعية اللي غادي يتقاسمها معنا الدكتور هماد هاد الصباح. فغادي ناخذ أول وصفة، غادي ناخذ فيها ثلاثة ديال الحبات ديال التمر، وغادي ناخذ ثلاثة ديال الحبات ديال المشمش يابس مقطع، وثلاثة ديال الحبات ديال الشريحة مقطعة. نعاود ثلاثة ديال الحبات ديال التمر مقطعين، ثلاثة ديال المشماش يابس مقطعين، وثلاثة ديال الحبات ديال الشريحة مقطعة اللي كنطحنوهم مع كاس كبير ديال عصير البرتقال كيتطحنوا مزيان وكنشربوه ديك الساعة. كنستعملوا هذه الوصفة ديك الساعة وكنعطيوها لوليداتنا يا إما ساعة من بعد الفطور ولا ساعة من الأحسن تكون قبل السحور باش كتعطيهم واحد القوة طيلة اليوم. هاد الوصفة أكيد أن كيشربوها وليداتنا يعني بنفس الكمية، وكذلك حتى الكبار كيمكن ياخذوا هاد الوصفة اللي كتعطيهم واحد القوة وكتعطيهم واحد الطاقة. بالنسبة للأطفال كيكفيهم هاد الكاس كبير ديال عصير البرتقال اللي بهاد المكونات. بالنسبة للكبار اللي بغا يزيدوا النص يعني كاس ونص في ساعة قبل السحور ماشي مشكل، فتا هي كتعطيهم القوة طيلة اليوم. اللي ما عندهمش مع البرتقال بزاف غادي نقترح وصفة أخرى اللي غتكون وصفة كذلك مقوية، وصفة فيها مادة البيوتين اللي كنلقاوها في الصوجة، الفيتامين دي، الكالسيوم، المواد المقوية اللي كنلقاوها في السنجلان، الكاكاو اللي غيعطينا واحد 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 الطاقة لأن تا هو حتى فيه واحد التركيز معين ديال الكافيين وفيه المغنيزيوم، والتمر اللي فيه تقريبا حتى هو واحد 60% ديال المواد المغذية اللي كتكون في على الكرة الأرضية، زائد البروتينات اللي غادي نلقاو في الحليب. إذا هذا الخليط هذا كيفاش غادي نستافدوا منه؟ معلقة كبيرة ديال الزنجلان، معلقة كبيرة ديال الصوجة مطحونة، بودرة ديال الكاكاو كناخذوا منها معلقة صغيرة، وخمسة ديال الحبات ديال التمر اللي كيكونوا مقطعين. هاد المكونات كاملين كنطحنوهم مع كاس كبير ديال الحليب هكاك يعني كيتطحنوا مزيان. بالنسبه للوليدات بغينا نزيدوا شويه ديال العسل الحر ولا شويه ديال السكر ماشي مشكل باش يمكن لهم يتقبلوا هاد الوصفه هذه. بالنسبه للكبار نشربوه بحال هكاك، نعاود معلقه كبيره ديال الزنجلان، معلقه كبيره ديال الصوجه مطحونه، بودره كاكاو معلقه صغيره، خمسه ديال الحبات ديال التمر مقطعين اللي كنطحنوهم مع كاس كبير ديال الحليب. هاد الخليط هذا كامل كنشربوه واحد 10 ديال الدقائق بعد الفطور، ولا كنشربوه ربع ساعة حتى نص ساعة قبل السحور، وهكا كنحافظوا على الطاقة ديالنا وعلى القوة ديال الجسم ديالنا. فراه غير ملي كنستعملوه في هذاك الأسبوع الأول ديال رمضان كتولي كتبان النتيجة وكيولي كيعطينا واحد الطاقة
جميلة. بالنسبة للوصفات اللي عطينا اليوم دكتور عماد يعني الناس يبدأوا عليها من دابا أكيد فهاد الأسابيع هذه اللي بقت رمضان، فالوصفات اللي كنا احنا كنعطيهم في الفطور مثلا اللي قلنا ساعة مورا الفطور بالنسبة لشهر رمضان، فالوصفة يمكننا ناخدوها واحد ربع ساعة بعد الفطور بالنسبة للأيام العادية اللي قبل رمضان. وهاد الوصفات كذلك يمكننا نداوموا اليوم بعد رمضان باش نكملوا 3 شهور، فهي غادي تعطينا واحد الفائده كبيره. حنا كنشكروا كثير دكتور عماد، وطبعا لكل الاسئله ديالكم والطلبات ديالكم اجوبه. السيدات كثارت اللي كيسولوني على الحمل والصيام على الصفحه والمباشر على الفيسبوك، كنوعدهم غدا ان شاء الله نعطيوهم نصائح بفضل ان شاء الله بفضل الله باذن الله نعطيهم نصائح. شكرا لك دكتور عماد، حنا كنتظركم غدا في حصه جديده.